العشازان هاي الخيانة، هاي الخيانة منظمكم. تعال طال عمرك، تعال طال عمرك. الله يسلمك. شوفوا شوفوا يا شيخ احمد، شو جاهز؟ شوفوا المناصب، شو سحارة ولا باردة؟ وين منصور؟ منصور تعال شيك اللقمة. امسك لا تطيح اللقمة. خبز وانا هرجع. الله يجعلها بلعاء. خاص لكم هي. يلا منظمنا. لكم شيء خاص هنا استاذ احمد. صحن كبير خاص فيه مايونيز وكاتشب. تبين انا قاعد قاعدة منصور. محمود مايونيز وين؟ ما جبته. دقيق بس ابغى السروق يشيل. ايوه يشيل مني. خلاص شكرا. العفو. هيجي هنا كرش خليه يروح يعبي وجهه. جيب لي كاتشب معك. ها ما خلص. يا اخي قاعد تلذذ بالاكل. تلذذ بالاكل، صار لنا كم يوم ما كنا ناكل شيء. ايوه اذا صرت طازج. اول شيء وصل ما احد. فاقدك ولا تو؟ الله يعينك ويعينه. اجيب نقطة تخليه يفكر فيني. تفضل. حماية وين؟ أحمد. أحمد. منظم. عندي إضافة أقدر أقولها الحين. إي. أحمد. شوف أنا أقول لك الشيء اللي عندي ممكن أقدمه لك. أنا عشت تجربة وعرفت النقاط اللي راح تنجح فيها ولا النقاط اللي أنا فشلت فيها أنا والمنظم السابق، فأنا عندي بعض النصائح اللي ممكن تنفعك هذا الأسبوع، فبإمكانك إنك تختارني نائب المنظمة أقدم لك أي نصيحة. أنا علمت. أنا عباية بتقول بتساعدك، كنت بسألك هاي تعطيني وصفتك تساعد المنظمة ولا تعطيني لله تعالى؟ لا الصراحة أنا أبغى أقدم لك اقتراحات بدون بدون منصب. بدون منصب والله لانها مهمه والله، بس بيعورك قلبك اذا ما اخترتك بعدين. لا 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 ابدا هاري. ابدا اسمع اسمع ابدا. هذا الناس هذا اللي يحضرون حلقات القران. نعم. هذا لين اللي اليوم انت متلاحظ اني رحت طلعت وخلصت شغل وجيت على طول. الله اكبر. إيه انت يا احمد البحريني قد علمتك ما ارضى لك الا مرضى النفسي لانك قوتي الثاني. اوه صح. لحظه لحظه. مرضى النفسي. أيوه. انا قوتك الثاني ولا انت قوتي الثاني؟ انت قوتي الثاني. افا اي والله انا قوتك. قوتك لحظه انت انت قوتي الثانيه. بس انا قوتك انت. يعني انا قوتك الثانيه. هذا مقنع يعني بسوي شيء ضد من قوه من مستحيل. لحظه من قوه من كلنا قوه بعض صدق كذي. ايوه. لا على من يصير 70 عليك اذا انت اخطيت. اذا انت اخطيت 70 و30 ما عليه يا شباب. المنصب الجديد شوي الافكار غير علي يعني. ما عليه. اول حاجه لازم نسوي بحريني والله ما قلت عن شغله قال لك اخذ من دولاب. مشكله لما تكون منظم سابق صح؟ اخذ الاغراض الشخصيه. بحريني انا هو من انت واجد هو خلاص كنت تصير منظم ليه؟ والله نكبر يا اخي. اذا صرت راح تنازع عنها ليه؟ ولا والله احمد الله يديني يا سعد. الحين ترد معاملات. لا لا ما عندي. لا والله صراحه بصفتي منظم هذه المنتجع اثرت اني اجلس على الارض. حياكم. يلا يا الربع كان جالس في مكان جديد. لا 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 على هذه على الارض احسن. على الارض احسن. على الارض اللي تشوفه طال عمرك. الله تشوفه طال عمرك. بس انت قاعد هنا عشان وراء الاشجار. ابشر. هذا حقك. هذا حقك. لا حقي حقك. حيا الله المنظم السابق. يقولون عندي لك معامله. يقول خير خلف لخيري. ها بس حسبته في بدايه جزء. خير خلف سلف من سلف. ايوه خير خلف لخيري خلف سلف. خربت والله. خير خلف اللي خيري خيري سلف. سلف فلوس يعني. خير خلف اللي خيري سلف. بعتك شيء هذا العش حقك يا علي. والله رفض التقاعد ما جاب اول هنا.
انت راتب تقاعد مشولك؟ ما يجمع منشولك صح انت من صالح بعض ما ينخصم عليك يمكن يا ابو حمود مشولك راتب تقاعد؟ ما اعطوني شيء ابو حمود مشولك راتب تقاعد؟ راتب تقاعد مشولك؟ الحساب بالسالب يا ذيب طلع مديون السالب طلعت بالسالب يا ذيب باذن الله احاول ارجع لك باثر رجعي راتبك ان شاء الله حقوق ما اخذتها حقوق ما اخذنا حقوق متى تعلن النايب؟ بعد ما خلص ثلاث لقمات ان شاء الله طيب في كباب جديد اي في في كباب لازم يخصم علينا لان ما بقوه تبع مو انا وجدت قوتك الثانيه وما صار ما يخسرك والله سعد كمان والله يا سعد منصور والله من جد انا عن نفسي اشوفك انت صاحب الراي السديد ما انت صاحب وانت تتصرف يعني انت تتصرف ترى براي من الاسبوع الجاي ما بس ملك. بس انا ارشح قوتي الثانيه احمد لا بس مشكله خوف دمك يا اخي صدق احمد من النائب انا اقول دون تدخل سعد لانه هو الشخص الوحيد اللي قعدنا للصلاه والله ما ننسى له الفضل من سعد الدوسري لا حبيبي واجب علينا يا اخي ومع ذلك لن اختاره احسن ما فات فيك لا الصلاه ولا القران ها احسن انا ما باق ما باق انا رشحت لك يا قوتي الثانيه سريا وانت اختار اللي تبغى يا قوتي الثانيه يا منصور وانا رشحت لك سريا لا قوتي الثانيه انا هو الخير لا اول اثنين اقوى انا ارشح لك تراه براي ما في لعب شوف حتى انا ما رشحت نفسي لاني خايف صدق اول اثنين ما بين انا بختار اشخاص جربتهم صراحه صح حلو الرئيس عنده قرار الرئيس عنده قرار الجميع ينصد له صالح بينهم مو حم خاصة عشان أقعد أقول فلان ما اخترتك فلان ما اخترتك فلان ما اخترتك نثبت على اثنين واب 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 ما ينزل كتشب وشان لا لا نطلع متصلين زي إبراهيم عندي فكرة عندي فكرة هذا المنظف صح هذا المنظف مطبخ ما فيه جبناه من الإدارة لا لا منظف أبغى دجاج معي أجيبك ما تدجاج طوق حار والله أنا كليت اللحم حلو لا خلنا خذ الدجاج يابس يا أخي أحلى عشاء الحمد لله ما مرك بس بعد أمس تهنيته بعشاء حلو ولا قبله بعشاء حلو حتى أمس بس اليوم كذا له طعم منظم وكذا وقوتي الثانية فخم محمد ربك إي والله مستكفى لا فعلي والله أمانة أعتبر أمانة كبيرة ترى الأسبوع الجاي براي أحتاج أنا أكلت خصم ما قلت بس والله أنا اعتكفت في المسجد والله العظيم الله يعوضك الحين بس ذكرني فذلنا الصلاة الواحدة تروح لك 2000 نقطة بس ذكرني إيه 2000 نقطة اليوم كم صلاة؟ 3 صلوات وأمس لا اليوم أنا ما أدري صلاة أنت مع صالح وكم مع صالح حوسة على منصور 2000 نقطة معليش هذه الله يقويك ويعينك جيب خبز معك تكفى بس هذا اللي اقدر اقوله والله انا الحمد لله صح اني خسرت 200 نقطة في اللعبة قبل شوي بس يوم عرفت قوتي الثانية اللي انا قوته الثانية من حمد الله عوضني بس انا الله يطعني اطرجع يا كباب والله ما المنظم يا بيبي يا بيتوت يا قبيب يا بيتوت احمد ذاك الله واذا تبي رجل يفهم في القانون عندنا المستشار المستشار شاخر في الليل ما اقدر احنا رشحنا ثلاثه سريا وهو يختار لي انا عندي ذا دعبل هالحين احمد بصالح مشقين الحين مشقه عشان اخطط ايش بسوي ايش الخطه اللي ما في خطه دي والله ما في طب والله ما في طب والله ما في طب بمدى والله لو تسوي ما تسوي نمشي معك ونايم ما ادري ايش السالفه كل في يمشي في انك احسن من هالشيء اصدمهم وتغير بس بجواش بالصدمة طلع صالح الصدجي لا المثقف الصدجي ما منطب عجل هذا المفصل جدا شوف عصير احمد الامور طيبة يا صحيح؟ لا خلاص يا احمد اخترنا دخلوا الرابع زين ثلاثة ما هو واحد منا ما الاربعة ثلاثة فيصل بن قربه
والله انك قاعده منظم حتى مو مساعد منظم. والله لو منك راح سالتك ليش قلت لك يا مالي لو منك ها شطه متجبه انت جيبي والله بعدين يا قل لك يسوي كذي مره طلبت معطوك يا اخي يا حلو قلبك انت والله صافي صافي قلبك يا ريت كل الناس مثلك بعيد مره بعيد جبنا جبنا يا شباب هذا اقول في المطبخ شباب هذا صح المنظم يا شباب الله يصلحكم بس المنظم متعود على ما اقدر عليه ما اقدر عليه مني واليكم ايها الشعب خذوا ما تريدون الابيض هذا موجود في المطبخ تفضل يا رجل اصك دعايك يبغاك ترى مايونيز ما هي شركه محمود تعال يا بولك محمود منظم سرور لو سمحت منظم الوقفه هذه مخصوم عليك فيها يا صابن الوقفه خلاص يا محمود ايش بقى يا فرمانيز ما هي شركه ترى ما ادري بس هو الابيض هذا موجود كثر انا الابيض 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 يا مانيز قرقودي احسن لك احسن من الابيض اهلا وسهلا احسن من الابيض اللحم قاطش على شنو بعد قلبي ترى هاي لحم بعد اول لا هذه كذا دجاج لا دجاج دجاج ابو سعيد تقب صح انكم لا هذا الحم واللي يحب الغله وهذا ويهتم القوه الثانيه الا ترى منظم يعرف ما قال لحم الدجاج ابشر غبي هو يبغى له واحد فاضي مثل مثله ومثل الشباب اللي ذكرتهم له سجل على نفسك يا قوتي الثانية 70-30 كيفي كيفي أخطيت الناس عمر وطار انت قوتي الثانية أحمد شوف لا يقعد على الصلاة يقعد هذا حطه منك ورجل أنا يهمني شوف الشخص إن شاء الله يكسر المنتجع يهمني الصلاة صلي ومرقب لا يقعد على الصلاة حتى يقعد عليه بأدب بس أول مرة لا كان فيها زيادة أدب شوي لا كان زايد أدبه أول أسبوع عليك من أول أسبوع خسر والله قصدك كسر غلط يرقح أنا يوم ال هذه طاحت الأرض هذه يجوز أكلها ولا وين نعم يجوز أكلها أي شو مثلاً حتحط علم الشباب نعم يجوز علم علم شباب كيف الطريقة أنت حيعطيك شيء عشان تاخذ أجر تكون لك أثر يا شباب في إذا طاحت لقمة من شخص على الأرض هل يجوز أخذها من الأرض وأكلها نعم لكن لما كنا صغار يقصون علينا لحسها من الشيطان ما يصير أكل تفضل لا بس شوي نفخ عليها بسم الله ايش تنفخ عليها عشان التراب اللي فيها يروح والله يا كم من اكل كشخره هذه اللي بتربع الصوت على الشيطان تنفخ عليها والله الايس كريم ما في حل من السكين سوائل ما عليك عاد تناظر لك كذا نفسك فيه خلاص حس الشيطان من اللي كان معك عبد العزيز وين عبد العزيز زين انا انتظركم في الخيمه متوقف في الخيمه لان انا مسوي مسابقه من امس سحبتوا علي فيها اي انا كنت معاك مسوي مسابقه والله لا 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 في مسابقه هناك طيب والله عليها هدايا طيب والله نقاط بحاول مع الاداره بحاول مع الاداره اوكي منظم الساعه كم يا شباب المسابقه تمس تذكرها بنواصل عليها الان اللي يجمع خلنا نقولها احنا اللي حكينا على العشاء مره ثانيه الساعه منظم بناء على 11 لا لا 11 ونص طيب يا اخي حسين سويتها يا اخي كلها 5 دقائق ونعلن المنتصر احمد حسين خبرنا ب 5 دقائق خبر طلع هذا خلاص حط حط انا حط يا شباب يا شباب تسمعوني هنا يا شباب منصور رقيب منصور خلاص هناك في الخيمة عشان ترتب الأمور لا 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 هنا لأن أنا من أمس مسوي مسابقة أحمد الخيمة مشغولة الحين أحمد نروح تبرض أحمد إنزين إن شاء الله يا شباب قررتوا وأسأل الله لي ولهذا الشخص التوفيق باقي بياكل ولا لا بيض الله وجهك والله يدعي احمد 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 ناقص شوي استاذ احمد كباب لحمتك بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعلى نبيه نصلي اجمعين ترى المافيا نسلم عليه لا تنسى المافيا اسكت انت اسكت داش لي داش لحد قوه نعم
قرر احمد السعود الحشاش احمد السعود الحشاش نحن والله ونعم نحن والنعم بترخيص من إدارة نعم قناة بداية الفضائية أن يكون مساعد المنظم هو يستاهل أن يكون مساعد المنظم هو يا زعم ما يدري يا زعم يضحك منصور أن يكون مساعد المنظم هو منصور قرني منصور تعال منصور بيض الله وجهك الله يسلمك والله يجعلني قد وانا ما اخذته صراحه الا عن قناعه ودراسه شوف 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 منصور احمد 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 حمد الله احمد احمد فيصل ماخذ وضعيتي يلا قول لي وانا ما ادري احمد احمد وليد ايش تبي مني محمود محمود حمد الله ان يكون مساعد المنظم هو حمد الله فيصل بن قلبه حمد الله فيصل بن قلبه من ثلاثة أحرف سعد دوسري والله هذه فيها 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 قوم فيها بوس والله طلعتني شيء أنا قدام طلعني فوق حنا ما قلنا على الله ينتهي تنظيفه تجي أنت تحطها اصبر أمور طيبة أمور طيبة خلينا خفهم لحظة أنت شيء يا شيء إحنا نبغى الفكر أخ خلص الأسبوع اللي راح إني قلنا ما قلنا الله لا بشرك يا كلي يا كلي بي يا الله يا ما شلون انزل انزل لا 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 تستاهل يا سعد والله انت لم تكن الا يعني اخترتك عني يعني لانك الله يحفظك احرف احرف منصور يا زعم زعلان احرف شيء ها ما حد يبيك والله لا وانك فرحتني حبيبي معلي بس انت ستكون مساعد مساعد منظم وينك راح تبقى في منصب حرام من وين بتشيل البرنامج هو خلص هو يقول شباب بكون هذا قلت يا شباب ماني فاضي الدورية وجه تسلم لا انت منظم وانا مساعد منظم لا 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 انت المنظم وانا مساعد منظم لا 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 ماشي 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 بس الموضوع شلون ان لما اقول لك شيء تسويه غصب ما في منجك حبيبي يا سعد الله يقويك عليك تستاهل يا سعد الله يسعدك سعد راح اكمل نفس هي ليش تقاضى والدرجات بس يوم ان الله كتب مرتقى شرق الحمد لله انه ما جاء عفوا عفوا ايش كنت قاعد تقول؟ هم فاهم انا افهم اللهجه ها؟ انا ايش قلت له؟ قلت له بتنفع المنصب لو فاهمين احنا قاعد نخدم لله لا نخدم لله احد انا بتقاعد يا الله يا والي تنصر ملكنا يا الله يا روح محفظة الثاني يا الله يا والي انصر ولي عز وطننا يا الله يا والي انصر ملكنا يا الله يا والي انصر ملكنا يا الله يا والي انصر ملكنا وتنصر ولي عهده وتنصر وطننا وتنصر ولي عهده وتنصر وطننا الله يا الله يا تنصر ملكنا يا الله يا والي تنصر ملكنا وتنصر ولي عهده وتنصر وطننا وتنصر ولي عهده يا الله يا والي ترزقنا بكباب يا الله يا والي ترزقنا بكباب يا الله لا 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 نلف بعيال المنير ويرزقنا بكباب يا الله يا والي منير يرزقنا بعد الله بعد الله بعد الله الله يسعدكم ونسعد اللحظه يا ابو كنافه بعد عن هنا اعطنا كنافه يا ابو علي يا ابو علي حبنا كنافه بس كذا فضحني من كنافه والله لا انا اول واحد ادور اروح واجي اروح واجي منصور الاول والثاني مين اللي جونا هنا صالح برهان يا الله يا والي تنصر منصوري
يا الله يا غالي تنصر منيري. هذا هذه زانة. منير منير احنا ندعم منير الحين. منير منير حبيبي. منير منير منير. اقول على الحرش. حبيب قلبي. شو علي ابوه؟ شو بده؟ رن هناك وجو عندي. طيب يا بابا شفت انك ما تصرف علينا يا بابا؟ الخبزة هذه تمويه ها باص عيون يا منير. عطان باص عيون كذا. لا ترى والله اني منه يمكن لا بعد عيني والله. حط 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 حط. عطني الثنتين الاخيرة. والله لك قبل شيء. واحدة هنا واحدة هنا واحدة هناك. عطني السلطة ذي يا انس. ام ام. طيب هني هني هزين الدفع لا لا بلي بيبسي الله لا يهينك صح صح هينك مساعد والله لك نصب لي بيبسي بدت هينا غزات بالله اعطني كاس يا مصطفى انا مثل ما قلت لك بتم مصطفى شباب لا اعطني كاس مصطفى بس شوي بس بس شوي ايه هذه هذه كاس كاتشب لا لا عندي هناك انت لا انت تم التراجع عن اعلان مساعد المنظم لذلك اسحب اسحب ساعه لدكتوري اسحب لما تشبع انا مسك صح انا اعطينا كمان ما خلص الكباب؟ لا معلش اصبر دقيقة انا عندي تفتيش انتقال بس انتقال بعد ايش؟ يوم يختار واحد منهم يسوي نفسه يبتسم يعني انه منصور بن قربة يا منصور بن قربة انصدم من الموقف ذا منصور معليش من نفس الرتبة منصور قربة لانه خائن ويدري ان فيه رشاشات ويدري ان فيه بن قربة تدري ايش سوى راح اعتكف في البرك اقول لك من صدمة والله جالس في البرك تعال تعش قال لا حلاله يقولون ما عاد يسولف كثير يا حلاله بن قربة يقولون ما عاد يسولف زي اول يا حلاله انصت بس بقى من راح خلي الشرطه شوف المافيا اللي دخلوا لا قاعدين دخلت مافيا على بالهم بياخذون ابو غصب ماخذ وضعيه يلا قول اللي ينط بعد شيء يقول لا هو اللي انحاش تدري ايش كان يقول بن قربة يقول شلتوني بشويش قوم تعال وادي بركه بسرعه لا خلاص يستهزئ فواز حياك بعض الناس يقولون تنصدمون مني اذا صرت مدير منظم اقولكم الصراحه انا شفت يمدح بصالح ومدري شلون بالبدايه قلت والله قاعد صالح انا قلت يا رجال حتى لو قال انا ما باخذها يا رجال المنظم ما راح اسوي شيء اخذ نايب وفي الاخير بيشتغل لحاله الله يبعدها عني منظمتي لا اللي على المنظمة الله يبعدها عن الخصم بعد بعد ايش يا علي والله يبعدها صدق والله قال بعد انت صادق لا لا تخيل بكره تجيك مسابقه وتاخذ اعلى نقاط يا صالح هم يحطونك منظم رجاله هاي ايش بتسوي اي والله اذا ما جتني المنظم نفسه ما ابغى النايب اي لا لا منظم انا اقصد بجيب انا ان شاء الله المنظم تسوي بقى انا ترى خصم ما بصاحي عليك شو في وجهك الشباب كله طيب في وجه ترى خلصت طيب الدوره وفي علب مويه علب هذا لازم تشوفها لازم تشوفها ايش تبغى تصير منظم ما هو تخصم على نفسك كله تخصم على نفسك بعدين نضحك عن علي ما شفت الدوريات انت فاتوك الا شفتهم قد وصلت سمعتهم الله يسعدك فيصل بن قربة يقول رفعتوني بشويش بالله اشكر من حماسه طيب اوه انبسط من بعد المايك امس يحسب انا دخل المايك في النهايه انه خلاص مسجل اسمه جوا يحسب مسجل اسمه جوا يقول نفس كلام الكويت امس مقدمه عقده تجهز اشياء يقول نفس كلمه الكويت امس ايه تبغى يختصر ولا تحسب انه ولا ما حافظها ما حافظها سجلت في ورقه
والله وبالله وتوكل الله. اتوقع ان البحريني بياخذ لاحم. والله وبالله اتوقع البحريني بياخذ اللاحم، عرفت؟ خليني خليه يلخبط. خذ نفس المقدمة. تقدرون تضحكون، خلاص اقول لكم شيء. على فكرة عيونك تذكرني بجدتك. اقول لكم شيء، ترى فيصل والله انه هو اللي جالس يكتب امس هنا لحاله المقدمة كامله كلها. ايش هي؟ مقدمة اللي جالس له 10 دقائق. من اول ما شفت بالله وتعالى والله اني عرفت انه هو. من تقول قاعد يكتب في الدورة يحس انها دورة في عبد الله بن جبال. قاعد يكتب مقدمة. عبد الله متحمس. عبد الله جبال طب من عندك. نعم. هذه ما يكتب مقدمة. عبد الله جبال تو طب من عندك من فوق، لو اخطيت بالله عليك حاول انت تضبط العلاقة. ما هو قوتي عشان اضبط العلاقة. قوتي احمد البحرين يعتكف في نزل. قرب احمد البحرين. بعدك. خبر انت. يعتكف في المسجد يقول ذي اخرب. انا بشرك الحمد لله اسماعيل ورزقنا الله بمية منه. على حتى الشيطان نفسه ما له فرصة. اي والله الحمد لله. البحرين. باقي بيحتاج الدوريات. والله انا مقدح قلت بس. والله خلينا نقفل شوي حاله وين نقفله واحد. والذي لا 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 ناخذها من قلبه. واحد حولت لسؤالي واخذ من فضل الله بعدين فضلي نقاط بدا سوق الماء جميلة في نص عينه. قلنا تعالوا ما ابي معنا ما ابي عييته خلوك بضمك جبت لك 100. احمد من سؤالي من سؤالي خلاص سؤالي جبت لك 100 قبل ما يعلن سعد جايب هنا كان يبغانا اجي انظر جميلة هنا جميلة هنا تعود هنا خليته يروح حباب منظور تدري اطلق شيء يروح حباب منظور ولا تاخذ منه شيء اطلق شيء بس صرت اطلق شيء انك قوه بعد القوه الثانيه حقك سبحانه وتعالى بعض الناس كم طلعت اليوم 500 يا اخي الحمد لله يا اخي من ثلاثة الى اربعة جابها نفس اللي جابها مجيبها تلقيت حق هذا سال سال ب 200 جاك تحطم صح اي بس يوم جاني السؤال السهل ترى هو كان بيقول كريم ما دريت عليها انا والله اني كنت في خاطري كريم بتبادل استلمكم ذا الاسبوع من بعد ما ادري ايش لا ترى ما عندي جواب ما عندي الجواب طول بالنوم بس خاطري طول بالنوم بادر اي شيء بس كنت مبادر قبل ما بادر اخذ ما ادري شيء راح اتاكد في درجات والله نحتاج نجمع يا عيال قرب البرايم تونا نصحصح يا عيال كنا في غفله اي والله والله خلاص قربنا خلي الغفله الحين تنفعك في مشكله يا اخي الغدا عندي مشكلتك علي اسمعي الله يانقب علي اسمعي احمد ربك لا اسمعي لي اعرف يطبخ اسمعي قوي الثاني ما اسمعني شوف احنا ما لنا الا شيء واحد تدري وش لنا ابو علي جاء اليوم شيء خلي شي. ابو علي جاء اليوم ايوه طيب وش من تقييم 80 اطبخ 80 منصور أيوة. لا والله منصور ابو علي قسم التقييم سوى قرص ترى رب اللي متحلف قرصه اليوم قال رب لا عارف لا بس تدري ايش بنسوي لا انت منصور تدري ايش بنسوي منسى لا والله لو تعطيني صبر اني ما طلعت ثقيل يا ولد رايك ما سمعت تصريح نادي حق ابو علي اليوم ها والله لا بكيكم بدأت قول لي حشروك في الخيمة ما نحن نمهاني وما أدري أقول لك ما بكينا على الدراسة نبكي على المطبخ شفت أنا وعلي شفنا الورقة حقتي كان يوم كان في اللقاء كان أدري مرة يلعب على الأطراف والله ما أدري يا رجل اكتب كلام كاتب كلام ما أدري شو لا ما أدري أي لغة توتر ما معي والله بس صالح تدري شو يقول لي 12 الا 5 12 الا 5 اسمع علي وقت النوم يا قوتي الاولى صالح الساعه 2 بالكثير كذا او الساعه 6 الفجر بعد الصلاه تنام صالح على طول مباشره يا الساعه 2 ايوه يا الساعه 2 يا كذا والله بيرفع القضيه شافوا قوتي اللي تحفزني على النوم ها يقول هيا نرقد صالح صالح يعني يلا نوم يا انا وعلي اليوم يوم شطف علي مري جاب علي ناظرا قال لي انت يا حبيلك ها انت حبيلك مرة ارجع اخم مرة الرجال حياتك ستتغير يا صالح اصبر بس خل بعد ستتغير باذن الله معي والله ما حد قدر يغير في نومي ان كان قدرت اقعد اذا ما راح اغير في نومك بغير حياتك شب النوم حياتي انا كذا مرتاح على كذا اتبه من عمرك انت مني احصل انا قابل للفساد بس مش لا اللي وجهني شفتوا عبد الله اللي كان يقرا وكان مثقف انتظروا نهايه الاسبوع اوريكم يا انا اوريكم فيه
ابراهيم يعلق. تضرب ابراهيم وانا طالع من برا واتمنى ما يطلع. اقول يا حليل انك مبادره احضر ابو صالح. هذا مثال المبادره. كنت اظن خاب ظني على ما قال الشاعر صاحب القصيده. خليهم كذي يطقطقون علي يا ابو محمد. يطقطقون علي فيك يا ابو محمد. قوتي الاوله ها عفوا يا ابي. هيا نقرا كتاب. سؤال بس انا ذكر 70 كتاب لين يجي الكبر. 70 30 من بنقرا كتاب لين يجي 70 انت و 30 اكيد. انت تاثر صالح وقافك. دقيقة عندنا درس بعد شوي. لا لا يا حبيبي ايش مكتوب اسمه؟ انا مثلا 70% 100 من عظماء الاسلام. 100 من عظماء الاسلام. انا الحين 70% و 30%. طيب منصور 70%. لا لا ما فهمني هذا ولا احنا اصلا ما فهمنا. انا اقصد هي بالخصم ينخصم عليك مثلا. الخصم جاء عندي انا 70 انت 30 فقط. هي كذا. ايوه طيب علي بزيادة الرصيد. مو باللي تو حطيت اخر شيء. لا اللي قبله اللي قبله تقاسمون الشرها بس ما يليت. كويس يعني ما من هاي فايده. بس زين نقطع هاي شيء. لا اي ما من هاي فايده. اي فرق خصمت. شوف احنا راح نعرف وقت اذا كان برايم استفيد. احنا راح نعرف ذي كلها اذا وزعنا النسب نهايه الشهر. بالخصم برا. اما ما شاء الله عليه الوضع متى يفيدك بالدرجات هذا ما شاء الله عليه البراين من ورانا اصلا في طريقه. شوف اقول لك يا ابو انك دخلت على طول. بالله تعال معاد معاد اذا انت كويس قوتك الثانيه معليش علم العلم زي صالح. شوف اكبر